معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. أخبار حضرتك دايماً إيه؟ دايما حبيبي متوفق ومتألق إن شاء الله. يا رب يخلي حضرتك. ما شاء الله عليك. يا رب يخليك يا فندم. قول لي بداية كده، السوبر المصري، توقعاتك وأحلامك والصورة اللي نفسك يطلع بيها السوبر المصري إن شاء الله ونحن على أبواب انطلاقه إن شاء الله يوم الأحد. إن شاء الله طبعا نأمل إن هو إن الأندية المشاركة إن شاء الله الأربعة يأدوا أداء يليق باسم مصر ويكون إن شاء الله لعب ويكون حاجة تليق بمصر وباسمها، خصوصا إن احنا هنلعب بره مصر إن شاء الله. إصراركم كاتحاد على إنه يكون طاقم التحكيم في المباريات طاقم تحكيم مصري نال إشادات الكثير من المتابعين يا فندم. والله هو احنا من زمان طول عمرنا بنؤيد الحكم المصري وما بنفضلش ابدا انه يكون يدخل حكام اجانب، بس احنا بنرضخ لطلبات الانديه في بعض الاحيان لما بيطلبوا، وان شاء الله يعني. ليه يا فندم؟ معلش، ليه يا فندم نرضخ؟ يعني ليه نرضخ لطلبات الانديه؟ ليه؟ يعني بيبقى كل ماتش وليه ظروفه زي ما بيقولوا، واتحاد الكره في الاول وفي الاخر يعني هو حكم عادل في اللعبه وهو مسؤول عن اللعبه. وبرضه مسؤول عن 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 راحة الأندية يعني. صحيح. إلى قدر كبير يعني. صحيح يا فندم. هل ما زال في تفكير اتحاد الكرة أن يكون رئيس لجنة الحكام القادم أجنبي ولا هتسيبه ده للمجلس القادم بإذن الله؟ أعتقد إنه هو رئيس اللي جاي أجنبي إن شاء الله، ما كانش هيجيبه مجلسنا فهيجيبه المجلس اللي جاي بعده، لأن دي يعني استراتيجية خلاص يعني اتفقنا عليها يعني. حتى مع اللجنه لغايه دلوقتي ما تعينش رئيس مباشره، كابتن محمد فاروق هو قائم باعمال رئيس اللجنه لحين تعيين رئيس لجنه اجنبي. حضرتك بتقول لي استراتيجيه، يعني اي مجلس هيطبقها؟ يعني احنا يعني خدنا قرار وان شاء الله يعني شايفين ان هو كثر التجارب اللي مرت علينا يعني اكدت ان ان شاء الله اللي هيكون اجنبي ان شاء الله. يا فندم كتير قوي من الناس، او قبل ما اكلمك على الامور ديت اكلمك الاول على منتخب مصر والفوز على موريتانيا في موريتانيا والحاله الجيده. مش عارف يعني لقيت السؤال راح ناحيه السوبر، والمفروض ان احنا راجعين امبارح من موريتانيا وكان المفروض ان احنا كسبنا وتاهلنا. يعني انا كنت فاكر ان المداخله عشان المنتخب مش عشان كاس السوبر يعني. نتكلم على كل حاجه يا فندم، بس حضرتك دخلت معايا كنا نتحدث عن استعدادات الانديه. تحت امرك في اي حاجه. انا عارف يا استاذ محمد. لا وانت عندك حق، بس احنا كنا نتحدث عن استعدادات الفرق للسوبر المصري، ودي بطوله كبيره تشرف مصر في الامارات. ما شاء الله. فانا خدتك معايا في الكلام عن السوبر. لا انا هو لما طلبوا مني المداخله انا توقعت ان المداخله اكيد هكلمك على المنتخب يعني. اكيد هكلمك على المنتخب. اكيد هكلمك على المنتخب وكل الامور يا فندم، واتشرف دايما بوجود حضرتك معايا. منتخب مصر اداء رائع جدا في تصفيات افريقيا وايضا في تصفيات كاس العالم، والحاله رائعه مع الكابتن حسام حسن والجهاز الفني يا فندم. ما شاء الله عليهم يعني. وماتش امبارح كمان الاجواء يعني كسبوا وخدوا الثلاثة بوند، برغم ان الاجواء كانت صعبه والحر والجو كان حر شديد يعني درجه حراره اللي ممكن تتخيل الاجواء كانت عامله ازاي، والحراره والرطوبه مع بعض والملعب ضيق والجمهور يعني مش عايز اقول لحظتك يعني قبلها بيوم، واحنا من ساعه ما رحنا واحنا شايفين البلد كلها على قدم وساق واستعدادات للماتش والتذاكر نفذت وكده يعني. فهم كانوا مدين الماتش يعني اهتمام غير عادي يعني، بس احنا الولاد رجاله وما تاثروش باي حاجه وقدروا ان هم يرجعوا بالفوز والتاهل. كان ناس كتيره وانتم بتعينوا الكابتن حسام حسن استاذ محمد يقول لك ليه مدرب مصري ما نجيب مدرب اجنبي، وانتوا خدتوا القرار وتحملتوا المسؤوليه ان يبقى الجهاز الفني جهاز فني وطني، وقد كان وحتى هذه اللحظه نجاحات جيده جدا على مستوى تصفيات افريقيا وتصفيات كاس العالم. هل الكابتن حسام حسن لامس طول الوقت دعم اتحاد الكره يا فندم؟ لازم طبعا. هو اتحاد الكره ايه دوره غير ان هو يدعم المنتخبات وخصوصا على راسهم المنتخب الاول. يعني هو دور اتحاد الكرة دعم المنتخبات وعلى رأسهم المنتخب الأول. فلابد طبعا يكون في تعاون كامل
وانا شايف يعني اللي ما يتعاونش في الـ في الـ في الـ في الامور دي يبقى يعني معلش يعني ما يبقى خاين يعني. خاين. بحس انا من الكابتن حسام حسن واكيد حضرتك كمان بتشعر بده يا استاذ محمد انه طول الوقت حاسس انه مش بيلقى الدعم الكامل، هل يقصد بيه دعم اعلامي وجماهيري ولا دعم من اتحاد الكوره؟ لا اكيد يقصد دعم اعلامي وجماهيري طبعا، لان هو ما اتحاد الكوره ما بيدخرش جهدا ولا مالا ولا اهتماما. يعني تمارين المنتخب زي ما حضرتك بتشوف بتلاقي اثنين او ثلاثه اعضاء في مجلس الاداره، صح، وساعات الرئيس وساعات نائب الرئيس، صح. في السفريات برضو مش اقل من واحد بيسافر معاهم، برغم ان السفريات بتبدا بال 11 ساعه. احنا رحنا السفر كان في الطياره الواحده 8 ساعات، كان حوالي 15 ساعه سفر رايح و15 ساعه جاي، والامر مرهق جدا جدا جدا. ومع ذلك ان في عضو اثنين بيسافروا مع الفرقه ما بيسيبوهاش ابدا يعني، ده غير ان التوفير الطياره الخاصه والمعسكرات على اعلى مستوى وكل طلبات المدير الفني مجابه، يعني مش هتجاب، لا ده طلباته مجابه. صحيح. اعتقد ان مجلس اداره اتحاد الكوره ما بي ما بي ما فيش اي تاخر عليه، وان شاء الله الايام اللي جايه تشهد زي ما صعدنا امم افريقيا، ان شاء الله نصعد كاس العالم ان شاء الله. استاذ محمد وربنا يوفق كابتن حسام وجهازه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد اكيد انت متابع زينا كلنا ناس تتحدث دائما عن علاقه الكابتن حسام حسن والجهاز المعاون مع اللاعبين، هل علاقه جيده ولا مش علاقه جيده، وانت كنت شاهد على ده خلال رحله موريتانيا، واكيد كنت شاهد على ده خلال الايام كمان ما قبل رحله مباراه موريتانيا، انت ممكن تقول لنا العلاقه عامله ازاي ما بين الكابتن حسام حسن ولاعبي منتخب مصر؟ بص، هو كابتن حسام حسن طبعا هو لاعب دولي برضه من طراز فريد طبعا، يعني اعتقد ان هو اكتر لاعب في تاريخ مصر احرز اهداف للمنتخب، واكثرهم مشاركه مع المنتخبات. فطبعا وهو كمدرب برضه درب فرق سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، فاعتقد يعني ان هو عنده من الخبره كلاعب او مدرب تخليه يعرف يحتوي فرقته كويس جدا، والدليل على كده ان هو ماشي العلامه الكامله في امم افريقيا وخلاص بقابه او قوسين او ادنى من الصعود ان شاء الله لكاس العالم. فده طبعا ان ده اللي يدل على ان هو يعني محوط على لعيبته وعلاقته بيهم ان شاء الله كويسه، ده غير ان احنا شايفين ان العلاقه كويسه ان شاء الله ومفيش ما يشوبها يعني. عظيم جدا. انتخابات اتحاد الكره اللي جايه يا استاذ محمد حضرتك موجود فيها؟ ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله، اذا كان في ربنا يريد اكون موجود هكون موجود ان شاء الله. وانا تحت امر اتحاد الكره في اي وقت يعني. حضرتك عندك النيه لده؟ ان شاء الله النيه موجوده. عندك النيه. طيب لو تسمح، خلال الساعات الاخيره الماضيه تم تداول اخبار كثيره حول رفض مدرب الزمالك جوزيه جوميز انه يخضع للتحقيقات في لجنه الانضباط، هل الكلام ده حقيقه يا فندم؟ ما عنديش فكره والله اذا كانت الانضباط خلصت وبعتت له ولا لسه ما عندكش معلومه فيها؟ ما عنديش لسه معلومه والله. احنا كنا في موريتانيا وقبلها يعني ما عنديش حاليا فكره. طيب اخر سؤال، منتخب مصر الفتره اللي جايه هنشوف مباريات وديه كبيره مع منتخبات كبيره يا استاذ محمد، في النية؟ ان شاء الله طبعا. طبعا البرنامج اللي بيعمله الكابتن حسام احنا معاه على اي وضع يعني ان شاء الله يعني. ان شاء الله. المحترم استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الاجابات الوافيه وسعه صدرك.